موسم أصيلة الثقافية الدولي يحتفي بسيرة مثقف جمع بين خيال الأدب وفراسة الصحافة وواقعية السياسة، إنه محمد الأشعري. في رحاب خيمة الإبداع ضمن فعاليات الدورة 45 لموسم أصيلة الثقافية الدولي وبحضور صفوة من حملة القلم وعشاق الأدب، جرى الاحتفاء والحديث عن محمد الأشعري الصحفي والشاعر والأديب والسياسي والوزير. هذا الاحتفاء ليس شكليا، هو دعوة لعدد من المتابعين للإنتاج الأدبي أو الفكري لتسليط الأضواء على هذا الإنتاج ولإجراء حوار حوله، حوار مع الكاتب ولكن أيضا حوار مع الجمهور. الحدث عرف تقديم قراءات متنوعة حول مسار أديب لامع وكاتب صحفي مقتدر. الأستاذ محمد الأشعري هو أديب بأوجه متعددة، فقد كتب الشعر في بداية مساره الأدبي وظل فيه، لكنه أضاف إليه أيضا جانب السرد، أي الأعمال الروائية التي أبدعها والتي وصلت الآن إلى 6 روايات. محمد الأشعري أيضا هو كاتب صحفي ومحلل سياسي ورجل متمكن من ثقافة فنية مرهفة. محمد الأشعري طبع حقبة من زمن المغرب الثقافي والسياسي قبل أن يخلد اسمه بدواوين وروايات وقراءات جعلت منه مثقفا وأديبا بأوجه متعددة.